بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا تلاميذ الأعزاء في قناتنا. إذا في الفيديو إن شاء الله حاولت أن ندير لكم ملخصات يعني صغيرة المواد الحفظ، خاصة التلاميذ اللي عندهم صعوبة في الحفظ. وعندكم طبعا هذه العطلة، هذه اللي طاوها لكم، هذه العطلة تاع 5 أيام ولا طاوها لكم، على كل حال باش تبداو تحفظوا فيها، توجدوا روحكم للفروض، أقول للفروض يعني مباشرة طبعا بعد هذه العطلة. اختبارات مازال ما كملتوش دروس، باقي لكم درس أو درسين في كل مادة باش تجيو الاختبارات. أنا نتكلم فقط على الفروض. إذا بالنسبة للتلاميذ قلت لي عندهم صعوبة في الحفظ، عندهم صعوبة في الحفظ وحتى ما يفهموش مادة التاريخ وما يفهموش الجغرافيا، وكاين بزاف بزاف بزاف. أما بالنسبة للتلاميذ اللي يقدروا يحفظوا بطريقة سهلة جدا، يعني تبارك الله والحمد لله. طبعا هذه الملخصات اللي حنعطيه لكم ما نقولش أنها ممكن تضمن لكم نقطة كاملة، يعني ممكن خطر علاش كل أستاذ وكيفاش. كاين بعض الأساتذة اللي يعني يطلبوا من التلميذ أن يكتبوش كان كيف الكراس، يعني أنه يحفظ على ظهر قلب. وكاين بعض الأساتذة لا، حتى لو كان التلميذ يكتب الأساسيات يعني واش فهم، يقدروا يعطوه نقطة كاملة. المهم أنه هذه الملخصات تقدر تضمن لكم نقطة كاملة، كما تقدر تضمن لكم 14 15 16، وراهي نقطة مشرفة. أقول وأكرر بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم صعوبة كبيرة في الحفظ. نبدأ على بركة الله في هذا الفيديو، إن شاء الله نكتفي فقط بالتاريخ، وعندي لكم الجغرافية والمدنية والإسلامية، ما كان حتى مشكل. أنتم فقط ديروا بوز وتبداو تحفظوا. إذا أولا عندكم عرف الخريطة التاريخية، ثم واش تحفظوا؟ تقولوا هي وثيقة تاريخية تساعد على تمثيل أحداث تاريخية التي قام بها الإنسان خلال زمن ماض. يعني حطوا هذه فقط. إذا كان سؤال مطروح عرف الخريطة التاريخية، أكتبوا فقط هذه. ما هو دور هذه الخريطة التاريخية؟ ما هو دورها؟ إذا عندكم 3 أدوار. عندكم الدور الإضاحي، دور إضاحي. وش معنى دور إضاحي؟ إذا الاعتماد على الإطار الزمني والمكاني، هذا هو الدور الإضاحي. إذا عندنا أولا فيها الاعتماد على الإطار الزمني والمكاني، قراءة مفهومها بالمفاتيح والاتجاه والمقياس. إذا هذا الدور الإضاحي باش نوضحوا هذه الخريطة التاريخية. نعتمدوا على الإطار الزمني والمكاني، نقراو المفهوم تاعها، مفهومها، قراءة مفهومها باش نقراو المفهوم تاعها بالمفاتيح والاتجاه والمقياس، مقياس الخريطة. إذا هذا الدور الإضاحي. ثانيا عندكم دور منهجي، يعني جمع المعلومات وترتيبها، جمعوا فيها المعلومات كامل ونرتبوها. وعندكم دور نقدي، يعني فحص وتدقيق المعلومات، يعني باش نحطوا معلومات صحيحه لازم نديروا فحص وتدقيق في المعلومات. اذا هذو 3 أدوار نحفظوهم كما هو. نواصل. السؤال هنا اذكر انواع الخرائط، اذكر انواع الخرائط. اذا عندكم 2، عندكم الخريطه الموضوعاتيه التي تعالج موضوع واحد، الخريطه الموضوعاتيه تعالج موضوع واحد. وعندكم الخريطة المركبة تعالج مواضيع تاريخية عديدة. إذا هذه تعالج موضوع واحد، أما هذه الخريطة المركبة تعالج مواضيع عديدة. السؤال أذكر أهمية الخريطة التاريخية، ما هي أهميتها هذه الخريطة التاريخية؟ إذا عندنا نحفظها الحفاظ على المعلومات والحقائق التاريخية. إذا هذه الخريطة تحافظ لنا على المعلومات والحقائق التاريخية. أيضا توثيق الآثار والحفاظ على قيمتها. ثالثا تحديد مكان الحدث وتفسيره، تحديد مكان الحدث وتفسيره. رابعا تساعد على الأبحاث التاريخية، اللي يبغوا يديروا أبحاث تاريخية يروحوا للخريطة التاريخية باش تساعدهم في الأبحاث تاعهم. إذا هذه هما أهمية الخريطة. هنا الآن أذكر خطوات قراءة الخريطة. يلا عندنا خريطة أمامنا، كيفاش نقراوها؟ إذا تفسر الخريطة باش تفسر، يعني كيفاش نقراوها باش تفسر؟ تفسر بالعنوان وهو موضوع تاع الخريطة. أيضا المفتاح وهي رموز وأشكال، أيضا ألوان لتمثيل الظواهر. عندكم رباعات، مثلثات، لون أحمر، لون أصفر، إذا رموز وأشكال وألوان أيضا لتمثيل الظواهر. عندنا المقياس لمعرفة البعد الحقيقي. ومن بعد عندكم الإطار، إطار الخريطة، ضبط الامتداد،
امتداد الخريطة. وعندكم الاتجاه، الاتجاه دائما يشير إلى الشمال، دائما للفوق يشير إلى الشمال. إذا هذه هي فيما يخص الخريطة. نروح الآن للدولة العثمانية. إذا متى نشأت الدولة العثمانية؟ متى؟ إذا نشأت الدولة العثمانية، هنا نشأت الدولة العثمانية اللي هي آسيا الصغرى، يعني في آسيا الصغرى، الدولة العثمانية كانت في آسيا الصغرى، على يد عثمان بن أرطغرل سنة 1299 فقط. يعني هذه سهلة. نشأت الدولة العثمانية بين قوسين آسيا الصغرى على يد عثمان بن أرطغرل سنة 1299. جيد. إذا كيف تطورت هذه الدولة؟ يعني نشأت الآن، كيفاش تطورت هذه الدولة العثمانية؟ عندنا تطورت سياسيا وإداريا وعسكريا وحضاريا، هذو ربعة، سياسيا إداريا عسكريا وحضاريا. سياسيا كيفاش؟ كان عندها نظام ملكي وراثي. إذا سياسيا نظام ملكي وراثي. طبعا شكون هو الملك؟ هو عثمان بن أرطغرل. علاش قلنا وراثي؟ يعني هذا مور هذا، غير ولادهم فقط. عندنا ثانيا التطور الإداري. إذا قسمت الدولة العثمانية إلى ولايات، ويعين على كل ولاية حاكم. إذا الدولة العثمانية عجبوا إدارة، يعني كيفاش الإدارة تاعها، كيفاش كانت التطور الإداري تاعها. الدولة العثمانية قسموها إلى عدة ولايات، عدة ولايات، وفي كل ولاية كاين حاكم. إذا قسمت الدولة العثمانية إلى ولايات ويعين على كل ولاية حاكم. طيب الآن التطور العسكري. التطور العسكري، إذا عندنا أولا الأسطول البحري. أسطول البحري تاع الدولة العثمانية كان أسطول تاعها، كان أسطولهم قوي جدا. فتحوا به الكثير من البلدان كالقسطنطينية. يعني فما الأسطول البحري تاع الدولة العثمانية كان أسطولا قويا جدا. أيضا عندهم السابهيين. شكون هذو السابهيين؟ هما فرسان. أنشأتهم الدولة العثمانية، أنشأتهم طبعا على الدين الإسلامي. ومن بعد عندهم الجيش الإنكشاري. هم عساكرة تم نشأتهم على الدين الإسلامي والولاء للسلطان. إذا هاد العساكر، الجيش تاعهم، الجيش الإنكشاري، الجيش العثماني، تم نشأتهم على الدين الإسلامي والولاء للسلطان. جيد. رابعا، إذا قلنا تطور سياسي، تطور إداري، تطور عسكري. تطور عسكري كاين ثلاثة. أما التطور الحضاري كان اقتصاد، كان يعني الدولة العثمانية، نهضروا غير على الدولة العثمانية، كان عندها اقتصاد متين وثقافة غنية. غني يبنوا مساجد والعمران إلى آخره. يعني فقط باش نعطيكم رؤوس الأقلام، باش يعني ملخص يكون بسيط جدا وسهل الحفظ. التطور الحضاري، اقتصاد الدولة العثمانية كان اقتصاد متين وثقافتها كانت غنية جدا فقط. جيد، نواصل. توسع الدولة العثمانية. صحيح، شفنا التطور تاعها، شفنا كل شيء. كيفاش توسعت هذه الدولة العثمانية؟ إذا ماذا شمل؟ جا هذا التوسع واش شمل؟ توسع في أين؟ توسعت في أوروبا، بلاد العربية، آسيا، أوروبا، إفريقيا، هذه المناطق اللي توسعت فيهم الدولة العثمانية. إذا عندكم أولا فتح اليونان والبلقان. في عهد مراد الأول هاجمت الجيوش العثمانية جزيرة البلقان سنة 1359. طيب، إذا قلنا في عهد مراد الأول هاجمت الجيوش العثمانية جزيرة البلقان، ثم فتح اليونان ومقدونيا. فتح اليونان ومقدونيا في عهد مراد الثاني. يعني في عهد مراد الأول فتحت جزيرة البلقان، وفي عهد مراد الثاني خاوك. شوفوا غير هما قاعد نادوا ولاد عثمان. دونك في عهد مراد الثاني فتح اليونان ومقدونيا في 1385. عدوا شوية التواريخ، كتبتكمش كامل التواريخ، فقط المهمين.
جيد، هنا كملنا مع فتح اليونان والبرقان، نروحوا الآن فتح القسطنطينية. إذا جهز محمد الفاتح، محمد الثاني الفاتح، جهز محمد الفاتح جيشا عظيما وتقدم نحو القسطنطينية وحاصرها، قام بحصر القسطنطينية. وقتاش؟ يوم 29 ماي 1453. إذا حاصرها حتى انهارت وسقطت. إذا محمد الفاتح هو الذي فتح القسطنطينية. إذا ما هي نتائج فتح هذه القسطنطينية؟ ما هي نتائج فتح القسطنطينية؟ إذا كاين عدة نتائج، حاولوا أننا نحفظها بطريقة سهلة. ساعد فتح القسطنطينية، ساعد على دخول الإسلام إلى أوروبا، وأيضا القضاء على الإمبراطورية البيزنطينية، وتحول الدولة العثمانية إلى إمبراطورية عظمى، وأيضا أصبحت الدولة ملجأ للعلماء والمفكرين، وأيضا اتخاذ الدولة، دائما الدولة العثمانية اتخاذ كعاصمة العثمانية. إذا الدولة العثمانية أصبحت صارت عاصمة العثمانيين، وتغييرها إلى إسطنبول. إذا الفتوحات تاع الدولة العثمانية كانت عندها مرحلتين، مرحلة الفتح ومرحلة الضم. الفتح يعني الفتوحات، يعني تقوم بفتح الدول اللي ما عندهاش الإسلام باش دخل فيها الإسلام، هذا الفتح. وكاين الضم، يعني بعض الدول كان فيها الإمساك، كانت دول مسلمة مشتتة إذا كانت تضمها الدولة العثمانية، كانت تقوم بضمها. أما الدول اللي ما فيهم، يعني مازال ما تخلهمش الإسلام، كانت تقوم بالفتوحات الإسلامية باش تدخلهم للإسلام. جيد، إذا هذا واش درتو في الفصل الأول بالنسبة للفرد. قلت لكم مازال باقي لكم درس أو درسين باش يدخل عليكم الاختبارات، هذا فقط باش إذا قدرتوا تحفظوه، باش إن شاء الله كي تدخلوا من هذه العطلة تاع 5 أيام هذه، هذه الراحة اللي طابها لكم، تصيبوا روحكم واجدين للفرد بحوله. إذا الفيديو القادم إن شاء الله عندي لكم الجغرافيا، عندي لكم مدنية، عندي لكم حتى الإسلامية، ترقبوا ذلك. خليكم في أمان الله تلاميذي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.